سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. ها انا كيف ما وعدتكم كتشوفوني صبغت في رجليا، ما بغيتش ندير ديك الصباغه كامله ديال داكشي اللي يعني النقط كامله اللي موجودين، قلت نبدا بهذا الصبع الكبير هو اللي غادي نبدا به. هذا الصبع هذا اللي من خلاله كان دابا اليوم غادي نبداو هكا نخدمو على اعلى القدم، على الرجل من الفوق ماشي من التحت. غنبدا هكا وانا غادا معكم تدريجيا. هاد الصبع الكبير البنات ديال هذا ديال الرجل اليمنى، هانتوما كتشوفوني دايره فيه ثلاثه الالوان، هنا تحت الظفر وهنايا الوسط وهنايا التحت، هنايا ديال الصبع فهاد التلقيه ديال الصبع البلاصه فين كيتسنى لينا الصبع. هذه ديال الرجل اليمنى، ولكن الرجل اليسرى فيها غير هذا الماء في هذا القهوي وهذا الزرق، ما فيهاش الاحمر، لان هذا الاحمر هذا اللي في الرجل اليمنى هذه البلاصه هذه كنقدروا نخدموا بها نريحوا بها الانف والفم، هذه البلاصه الوسط. ولكن في الرجل اليسرى ما كاينش، كاين غير في اليمنى. الرجل اليسرى فيها غير الرقبه والحلق وفيها الغدة الدرقية والغدة الجاف الدرقية. المهم البنات غادي نقول هذا الشيء اللي قلت دابا انا بالعربية. سنبدأ بالعمل في اعلى القدم من الاصبع الكبير للرجل اليسرى. الرجل اليسرى ما في الرجل اليسرى ما عندهاش تبان، لان المهم غاديش نبدا بالرجل اليسرى. هو انا عندي الرجل اليمنى ولكن ماشي مشكل، ما لقيتش كيفاش ندير هنا. الا دورت التليفون كاين الشعر ما كيبقى يبان حتى شي حاجه. المهم بالاصبع الكبير للرجلين هنا عندي الرجل اليمنى. الرجل اليمنى كتشوف كما تنظرون هناك ثلاث الوان، ثلاث خطوط بالوان مختلفه، هذا الفوق بني والاحمر والازرق، ولكن اصبع الرجل اليسرى فيه خطين فقط، فيه خطين فقط البني والازرق. لا يوجد فيه هذه النقطه التي نتحكم من خلالها في الفم والانف من خلال الاصبع الكبير للرجل اليمنى. الرجل اليسرى نتحكم فقط في العنق والحنجرة، وأنا أتكلم على الأصبع على الرجل من فوق، لا أتكلم على من تحت لأن عندها نقط أخرين من تحت. الحنجرة والعنق، الرقبة والغدة الدرقية والغدة الجار الدرقية. أظن أن تفسير شيئا ما واضح. Alors, on va commencer par le haut du pied avec le gros du pied gauche normalement, mais j'ai pas pu tourner le téléphone parce qu'il y a les rayons de soleil. On va pas beaucoup voir l'image comme on veut. Alors, on va commencer par le haut du pied, j'ai dit, avec le gros du pied gauche, mais le gros du pied gauche, ça c'est le gros du pied droite. Le gros du pied gauche, il n'y a que deux traits, le marron et le bleu, il n'y a pas le trait rouge. Ça c'est le gros du pied droite. Alors, avec ce gros, on travaille la gorge, la thyroïde et la parathyroïde. Et celui du pied droit, la même chose. Et au milieu du doigt, il y a un point rouge plus. C'est celui de bouche et le nez. Avec ce point-là, on soulage le nez et la bouche. Je crois que c'est clair. So we will start with the tab of the foot, with the big of the left foot. We work the neck, the throat,
the thyroid and the parathyroid, and that of the right foot, the something, and the middle of the finger, there is one more point which alloys is to south nose and the mouth. البنات كنتمنى ان هاد التفسير اللي عطيت يكون واضح لجميع الناس. المهم البنات كما قلت لكم من هنا كنتحكموا من الفوق، انا كنهضر على الرجل من الفوق، كنتحكموا في الغده الدرقيه والغده الكدريه، الغده الدرقيه والغده الجاف الدرقيه، وفي الرقبه وفي العنق وفي الرجل اليمنى، في الصبع ديال الرجل اليمنى الا كانت يدرنا مثلا جيوب الانفيه نيفنا كيحرقنا اولا كتحسي به مخنوق ولا شي حاجه كتبقاي تخدمي هاد البلاصه هادي الوسط هنايا كتبقاي ديري غير هكا غير هكا كتخدمي زعما يعني خدمه يب قلت لكم هاد لو دريناج لافاسي كيمكن له يدار بالسيك كيف ما كيمكن ليه يدار بالزيوت، كتبقاي تخدمي غير بحال هكا على الشكل هذا. وهنا كذلك هنا كذلك فهاد البلاصه هادي اللي فوق كتبقاي ديري بحال هكا، وهنايا في هاد الخط وكذلك في الرجل اليسرى. وهنا البنات هنا هاد البلايص هادو اللي كتشوفو فيهم بحال هكا التنيات، هنا فين كيكونو عندنا لي غونغليون، هنا اللي كيكونو عندنا لي غونغليون، من هنا كنخدموهم كنديرو ان دريناج لمفاتيك. لي غونغليون اللي قلت لكم البنات كيتجمعو علينا في جميع التنيات اللي عندنا بحال دابا تحت الابط، في الفخذ تحت من الفخذ. ومهم نتمنى البنات هاد الفيديو ديال اليوم يكون استفدت تكونوا استفدتوا منه، ما بغيتش نكثر عليكم وندير لكم جميع الاصابع. شجعوني البنات بلي لايك، ويعني راه هادشي راه ماشي ساهل باش نجلس نزوق وندير نرسم في رجليا، وهادشي دابا خصني تحيد بجافي باش عاوتاني ندير الصبع الاخر، عاوتاني غدا ان شاء الله نخدموا هاد الصبيعات هادو كاملين. بغيتكم غير تشدوا بعدا هذا باش تبقاو عاقلين على لي بوين، ما تودروش كلشي باش ملي كتبقاي ديري لا براتيك واحد جوج حتى ثلاثه د المرات ما كتنسيش عليها، كديرها المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه ما كتنسيش عليها. المهم البنات نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم، الى عجبكم الفيديو البنات ما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك، اللي مازال ما اشتركش وبكومونتير زوين، لي كومونتير راه كيشجعوا هما اللي كيحفزوا هما اللي كيخليو الواحد باش كيزيد لقدام ويزيد يبحث ويزيد يقلب زعما ويزيد يبارطاجي معكم كاع داكشي اللي كيعرف. لي في سي فوز افي ايمي سيت فيديو نوبليي با دو مي ليسي ان كومونتير اي ان لايك، اي سي كيكان ا باسي pour la première fois, n'oubliez pas de faire de s'abonner sur ma chaîne. Girls, girls, don't forget like and subscribe and comment. Salam alaikum البنات. نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبحال ديما ولي بارطاج باش تعم الفائده، وانا معكم وبغيتكم تخدموا هاد الخدمه هادي فهاد الصبع الكبير. ونكملوا ان شاء الله غدا بحول الله الا بقينا حيين، نكملوا الاصابع الاخرى باش ندوزوا لمناطق اخرى ان شاء الله في الرجل القدم. السلام عليكم.